ليه ما يسليش تجرب؟ يبات سهران في التيك توك والفيسبوك والواتساب والانستغرام وروح معاها، بات سهران من يولي قريب أذن الفجر يخبطها برقدة. إن مات في ذلك اليوم مات على سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. لقد مت ميتة السوء يا من ضيعت صلاة الفجر. اللي ما صلاش الفجر، قال علماؤنا وساداتنا وفقهاؤنا، الذي يترك صلاة الفجر فقد بدأ يومه بمعصية الله. أول ما استيقظت من فراشك نط وانت عاصي ربي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف تترك صلاة الفجر؟ صلاة الفجر تبكي وتشتكي من قلة المصلين. الجامعة السمعة دخلت له في رسول الله ما ينور وما يصليش حتى في داره. لو كان يكون عنده رونديف وتاع طبيب، ولا بنته رايحة للجامعة، ولا راح يفوت كونكور، ولا راح يخلص الصباح بريقل الرفاي والبورتابل، ويوصي زوجته ويوصي الدار والعائلة، ويقول لي هترف في خاف لاكار ولا تاكسي راح وخله، لأنه أمور تاع دنيا، لأنه أمور دنيوية، مع أن الدنيا زائلة. وصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، عادي خابط حبريدة عادي. قل عليه الصلاة والسلام، ما أختم لكم بهذا الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. صلاة الفجر كوكبة خاصة من الملائكة، جي تحضرها تكتب أسماء المصلين، فلان اليوم صلى الفجر، فلان صلاة الفجر، فلان اليوم به بزوجته وبنيته صلى الفجر، فلان اليوم به بنته وبولاده صبح وراقدين، وتطلع القائمة الربي يبدأ يقرأ سبحانه جل عما نصفه وعما نقول، يقول أين فلان مش مكتوب في القائمة، أين فلان وهو عالم سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة يا ربي تركناه وهو نائم، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. سبحان الله، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. هذا الناس اللي يتمشوا إلى المساجد في الظلمة المغرب والعشاء وخاصة صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حتى أهل الفجر من وجهين دخل للجنة، المنافقين اللي ما صلوش يقولهم انظرونا نقتبس من نوركم، قرعونا نتمشوا في النور اللي راه عندكم، فماذا يقول؟ انظرونا نقتبس من نوركم، شي يقولوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انتظرون نقتبس من نوركم، ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا بها تروحوا تصلوا صلاة الفجر. إذن أبي وأمي وأختي وأخي أصدقائي أحبابي، عليكم بصلاة الفجر، والله فيها الخير، فيها الرزق، فيها البركة، فيها النور، فيها الصحة، فيها العافية. لأن رسول الله قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، والبركات تدي الخير والزيادة، ما تمنيت وفق ما تمنيت. اللهم اجعلنا من المحافظين عليها، اللهم يا ربي أيقظنا من غفلتنا وأيقظنا من سباتنا العميق، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واختم بالباقية الصالحة أعمالنا. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.